لعب سلاح المدفعية والمقذوفات المضادة للدبابات دورا مهما في حرب أكتوبر المجيدة، حيث بدأت مهامه بفتح النيران خلال الحرب على العدو الإسرائيلية وكبدته خسائر في الأرواح والمعدات. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله. حرب أكتوبر المجيدة ما كانت لتخلد في ذاكرة المصريين والعرب بدون تضحيات القوات المسلحة ودماء أبناء الوطن الواحد. سلاح المدرعات يعتبر من الركائز الأساسية لنجاح حرب السادس من أكتوبر، إذ كان له دور مؤثر وملموس في التصدي للمحاولات التي قامت بها قوات العدو الإسرائيلي لاختراق الجبهة، واستطاعت إيقاف تقدمها وألحقت خسائر فادحة في صفوفها. ومنذ اليوم الأول للحرب لعب أيضا سلاح المدفعية والمقذوفات المضادة للدبابات دورا مهما، حيث بدأت مهامه بفتح النيران خلال الحرب على العدو الإسرائيلي وكبلته خسائر في الأرواح والمعدات. لم يقتصر دور سلاح المدفعية على التقدم على الجبهة فحسب، وإنما عمل على تأمين مرور قوات الصاعقة والمشاة إلى الضفة الأخرى للقناة، وقام بتدمير مدرعات العدو خلال المراحل الأولى لإنشاء الكباري. في ساعات الظهيرة الأولى ليوم السادس من أكتوبر انطلقت طائرات السلاح الجوي كافة في وقت واحد لتقصف الأهداف المحددة لها داخل أراضي سيناء وفي العمق الإسرائيلي، ثم انطلقت أكثر من 2000 قطعة مدفعية لضرب التحصينات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة، ليسجل جنود الجيش المصري أول انتصار هز أركان دولة الاحتلال بعبور ما كان يعتقد بأنه أكبر تحصين شهدته المنطقة. سلاح المدفعية استمر في القتال وضرب الهجمات المضادة على أهداف العدو، واستطاع أن يوقف عشرات الهجمات على مدار أيام من حرب التحرير المجيدة.